مساء الخير، يعطيكم العافية اخوان حبايب المتابعين. اليوم عند اخونا احمد الغزاوي، طبعا عندنا شوية حمام مرتبات جميلات، سطح محكوم بس بنفس الوقت يعني وسيع كأرض وكنظام خشش جميل، حتى الرفصة والله ما شاء الله انا معجب فيها الرفصة بصراحة، ما شاء الله الله يبارك الله يبارك. طبعا عندنا هنا بس هاي الشمعة، تعرف لو مش موجودة الوضع لوز عندنا، بس ما شاء الله هاي الحمام كليتها جديدة يا اخوان، يعني فيها بجوز كم طير جديد فاك هسه؟ 20 حبة جداد يا اخوان، نطلعهم بعد العصر تمام، بس ماسكهم عجوع زي ما احنا بنعمل. طلع ما شاء الله جديدة تنزل قاعدة. تعي 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 تعي، طبعا كل الانواع فيها، طلع السكسفوني او السنفور، في ناس بيقولوا سكسفوني وناس بيقولوا سنفور. تعي تعي تعي، شو بحكوا لي يا باسل هاد شو رايك؟ سنفور الاصفر هذول الجداد. طبعا فيها كم من شفر هان جداد. اللي عندي بس سرويلته طويله عندي. ما شاء الله صلوات النبي، طلع المحير هذا فيها كم من حبه جداد، جايب كمان حبات جديده وراح افرجيكم طير يا اخوان. ابو عمر بدي افرجيك اياه، ابو عمر تاج الملوك راح افرجيك اياه، هذا الطير انت لازم تشوفه تمام. طير هذا مميز يا اخوان، ابو عمر صاد زيه صراحه، يعني كان صعب تلاقي نفس اللون ونفس النوع او نفس الشكل، وسبحان الله انصاد واحد باربد. ايش هو هذا الفوق؟ ولك استنى اللي جنبه ضرب حلو الاسود هذا. ما شاء الله هاي الحبه ذول ما شاء الله حلو كمان ضربه كالشدايد. الله يبارك تمام يا اخوان. فالطير هذا يا اخوان ما كنتش تتوقع انه ممكن تلاقي زيه، فهذا يا اخوان لقينا واحد باربد وواحد هيو هان في عمان عشان تكونوا عارفين. هسه بنفرجيكم اياه ان شاء الله، بس بلاش نفرجيكم الحمام المقصوصه او الملزقه. طبعا هاي يا اخوان فيش في اي شيء قوي؟ قوايات، في قوايا عندك؟ فيها قوايا ما شاء الله ما شاء الله. كشمير هذا 40 قوي، اربعه هذول برضه هذول جداد، اللاهور هذا جديد برضه ما شاء الله. يعني فيها 40 قويه بس، هاي كلها قديش فيهم 100؟ لا لا 60 غير في الخشش طبعا. خشش يمكن في 40 يعني حدود ال 100 ما شاء الله. هات يا عصام فرجينا الطيور الشفار، جايبين كم من شفر اخوان منيح، ولا خل نروح معاه احسن، خل نروح معاه احسن عشان نلف بالسطح. طبعا هاي خشه، هاي نظام خشه، طبعا نظام الخشش الخشب هاي يا اخوان مرتب، خل نلف على الجواز بالمره. تعال يا عصام كيف افتح هذا؟ ايوه طلع يا اخوان مرقيع شفار مسرولات، او في ناس بيحكوا لهم شفار لبنانيات. ما شاء الله الله يبارك، لحلس جميل. هان عندنا اخ مرقيع او مكفي هديه. ما شاء الله. وهان عندنا قراقطه صلاه النبي، قراقطه وعندكم نوريه. طلع لي الجوز، طلع لي الجوز، ريح حالك. يلا يا اسام، يلا يا اسام، يلا. ما شاء الله صلاه النبي، الفحل شو ديره يا زلمه؟ دور شبرين 4 سنين صار لنا هذا ما شاء الله. عبو لكونه ما شاء الله، طلع ديله صلاة النبي. هاي فراخه عند باسل ما شاء الله، فراخه هيك ديلهم عريض، طيرته صفرة يا اخوان، حاطين انت حظين. فراخه حمر بعدين حمر منامير صافية صافية. طبعا مضيع، قديش حبة بالخشبية قلت لي؟ 15 وحدة 16 وحدة يا اخوان، طلعن على الليل وما رجعن. الله يبارك. في واحد عندنا بالحارة نفس الشيء، حب يكش بالليل ضيع 24 فرخ مخاليف. ما شاء الله والله قوي ثاني هذا، بس سقيناه حلو. شو طيرته؟ طلع حرجون ما شاء الله حلو الله يبارك. طيرته كشميرية فاهية، جاي ريح الخيط هذا بقتل الطيرة، مش بقتله بقتله يعني بس بتعبه. ما شاء الله، هاي هاي خشة نظام زي خشش اللي قدام يا اخوان. وهاي نزع هان، هذا باكستاني احمر، باكستاني احمر هذا. اطلعوا خلينا نمسكه على سطيح. هاي طلع ما شاء الله الرفصة، اشي بجنن اقسم بالله، اشي بجنن الرفصة. ها والله اشي مرتب، طلع ما شاء الله. باكستاني احضر، جايبين امبارح دول ولا امتى؟ قبل اسبوع وحده، قبل اسبوع. راح افرجيكم طير حلو قليل منه، قليل قليل حتلقى منه. هان ايش في عندنا؟ هاي المقصيص، هاي يا اخوان طلع ما شاء الله قديش هاي يا زلمه، تاخذ لها 200 طير. عدوا لي يا اخوان بالتعليقات، 3 ضرب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 20 ضرب 3 قديش هاي؟ 60 ما شاء الله. هات لي الزاجل اللي ضربته، ضاربين زاجل يا اخوان مش عارف كيف ضاربينه.
ختم 2017 ضربينه لواحد عندهم بالحارة هون، ختم 2017 يعني له عنده 6 سنين وانضرب. سبحان الله سبحان الله، يعني هاي الخشة 69 ما شاء الله ما شاء الله. هذا طبعا هذا النظام اخوان بجنن. طلع انا بصراحة عندي رفسة زي هيك بس مش نفس النظام، هذا ديزاين مرتب والله بجنن، اشي محترم يعني جميل، انا حبيت الوضع ما شاء الله. وضوا والخشش، هاي الخشش حديد. هو يكون عز عامل هم دول عز العاملهم والله انه شاطر عز، والله رفسته بتجنن ما شاء الله ما شاء الله. هانا ايش هاي، هانا عندك خشش اخوان. هات لي هذا، طلع لي اياه هذا الطير على جنب، خلي لي اياه على جنب بعدين بنفرجيهم اياه. انا عندك كم من حبه، انا هذول اخوان جداد. ضرب البلون، ضرب البلون حلو. هانا ايش في عندنا، هذول مقصيص وجرد وتكال جمح اسود وازرق صلاه النبي. هذا مسود مكابي، شو قصته؟ هذا جبناه جديد ومع البرد انحرق جناحه، حل يا الله ما شاء الله جميل. هات افرجيهم اياه. طلع طير مسود وطلع النور الزرازير، هذا قبل الوحدات هذا ما شاء الله. فرجيني امسكه امسكه مسكه كشيش. ايوه ايوه ما شاء الله جميل، الله يبارك. طلع طير برضه، طلعهم طلعهم. وهنا في عندنا كمان هان هذا الطبشير قبل الوحدات، عليه تحدي ليبر، هذا شب عند مستشفى البشير اسمه القدوس. القدوس عليه تحدي انه يقعد، كان تحدي روح بني يوم الجمعه له. طيب يا معلم اذا بتشاهدنا يا كبير، هي الطير تبعك قاعد بطير، طير وفرجيه. ايوه فرخه فرخ سطح ما شاء الله. هلا في هذا، هنا في بلجيكي يا اخوان ما شاء الله، شوف فتله وسرويل. ممكن الناس يجي يقول لك عليك كشميري ازرق، احنا بدنا نحكي بلجيكي عادي ما في مشكله. هاي باتمان طلع، باتمان مسميه باتمان. ها هذا مطوع السطح للحمام البري اللي بيجي. ايوه شغال طارد لهم يعني حمام البري ما شاء الله. السطح وسيع اخوان، هنا مرتب. هاي النظام اخوان، كشلنا يا احمد نشوف كيف طريقه الكش. طبعا حاط لهم سلم من غاب بيطلع على الرفصه وشيء مرتب طبعا. طلع هذا ايش هذا، غريب هذا الطير، هزاز بدنب بلجيكي زي النورس بيجي زي اللوتات بيجي. غريب يا زلمه، سيبك من لاهور، لا انا بحكي عليه بجنبه هذا بدنب ازرق. شو هذا؟ هندي. هندي كيف شكله جاي ملطش هندي. اوكي هذاك طير طير. اه ما شاء الله صلاه على السلم. اه لازم اطلع لي على السلم صحيح. طلع يا اخوان كيف نظام السلم يا اخوان. تعال تعال بس تعال تعال خل اطلع انزل. خل اطلع فرجيكم كيف النظام. طبعا يا اخوان حاط لهم سلم على السطح هان، طلع عشان يطلع الرفصة. طلع الرفصة كيف ما شاء الله. طبعا يا اخوان هاي حمام كليتها جديدة، وفي منها ماسكها عجوع يعني الطير يدور شايل حاله. تعرف لو مشبحها يعني بتوقع اغلبها اغلبها ممكن يقطع، يصير يقطع ويروح يجي يدور، فهو عشان يمسكها وما تروح ما شاء الله. ما انت بتقول لي فيها 20 حبه جديده ما شاء الله. هذا المصري الاصفر يا صلاه النبي عليه، هذول 60 حبه اكثر من 60 بقول لك. زود الاحمر هذا جديد برضه للقدود كمان ما شاء الله. الله يا عم الزلمه، الزلمه قلبه جامد. مطلع لك 40 20 ولا اكثر من 20 مطلعين؟ أكثر من 20 حبة يا إخوان جداد، يعني والله قلبه جامد الطير. يعني كيف قدر يضمن إنه كل هاي العشرين حبة إنهم ما يشردن؟ طلع ما شاء الله كيف بتقالب. آه ما شاء الله، طلع ما شاء الله. هاي في طير، في طير قطع منك. الله الحمام نشيطة بدها تروح له. شوف قطعت نصين قسمت، هاي القوية اللي قطعت بدها تمشي، هاي القوية سبحان الله. طلع هاي الجديدة معناته هاي القوية راحت، القوية بدها تمشي والله انها زقرتيات. اه والله والله بدها تروح، هاي جديدة والله بدها تمشي. شوف كيف عرفات عرفات حالهن القويات صلاة النبي. الكشش يا ابو بيدا الكشش مش ولك بس فضحناش الفيديو ليكون بيتابعنا يا اخوان. ما شاء الله شوف صلاة النبي.
طبعا يا اخوان راح نثبت لكم الرفسة على التليفون على المحط هان. بتحط لو واحنا على الرفسة عادي؟ خلاص خلينا نحططها، خلينا نحططها، بس خليها تحط على الرفسة. احكم لي اياها على الرفسة بعينك الاحمر. ان شاء الله ما شاء الله فيها شفر اخضر. اجاك طير من العالي يا معلم، اجاك طير من العالي. مش لنا هذا بقى. مش لكم. تعي تعي. فيها منامير صفر ما شاء الله. او بذرة المنامير. طبعا ديروا بالكم انا حاشرهم، انا هان حشر. انا حاشرهم حشر هان في المحط. والله ما شاء الله صلاة النبي. يا زلمة هاي حمام هاي كيف تقعد؟ والله ما انا عارف. والله يا اخوان بصراحة انه قلبه جامد. انا بطلع 20 حبه بس بكون يعني ضامن انهن خلص مناح كويسات. ما اطلع 20 حبه بقول لك قديش لهم عندك ال 20 حبه هذول؟ اي شفر لا هذا جديد. هذا الك؟ شو هذا؟ ما شاء الله راح. وينه؟ شفته الاسود؟ ما شفته انا ما شاء الله صلاة النبي. طلعوا عليه؟ يلا خليكم معنا. طبعا يا اخوان هذا الطير بدنا نفرجيه لابو عمر. هيك لازم نصور له يا ابو عمر. بدنا نفرجيه لابو عمر. طبعا اول شيء طير، ايش اسمك؟ حموده. حموده، وانت ايش اسمك؟ وسام. وسام وحموده. بتربوا حمام انتو؟ اه. ايوه. طيب. هذا ابو عمر يا اخوان، خلينا نفرجيه لابو عمر. طلع ابو عمر نفس الطير اللي انت ضربته. الراس. سبحان الله. زومبي؟ شو عرفك؟ بتعرف انواع حمام انت؟ يلا شو بتعرف طيب؟ احمد بيعرف انواع حمام ابنك؟ بس الثاني، قول له هذا بحب الباكستانيات. نور اسود، ايش كمان تعرف؟ كشمير احمر. ايوه طلع. ابو عمر طلع. ابو عمر افتح لي حباكو. هاي هذا الطير جديد، هيو اجل فزت جمنا. البلجيكي هذا ما شاء الله. حمام هي طايره اشوف. طلع يا ابو عمر ركز معي منيح. اذا مخلف جديد. مخلف كمان صلاه النبي. اذا قدل عند ابو عمر يا زلمه، قدل عند ابو عمر يكون اخوان هذول. احمد من وين شريه؟ اخذته والله من واحد امبارح شروه والله. يعني وين؟ في اي منطقه ولا بتعرف ايش؟ منوار. انت لو تستغرب كمان، انت بقول لك الحبه النادره ابو عمر، استغرب قديش حقه. قديه؟ قديه جايبه احمد؟ اي واحد يجيب حقه. لا تصير صدمه، خليها هيك مفاجاه. بديش اقول لكم يا اخوان. لا يا زلمه. بليرتين ماخذ. والله ماخذه بليرتين يا اخوان. طلعوا. أيوه. صلاه النبي الله يبارك. الله يبارك. نمرود طير كمان. اللي بايعه مش عارف قيمته. والله ما هو عارف قيمته. والله ما هو عارف قيمته. طبعا خشن الطير صلاه النبي بس ملزق جناح، وكان ملزق جناحين بس يا اخوان، كان مشدود على جناحه، فكيت له جناح. هاي الحمام ما شاء الله. هاي تشكي ما شاء الله. تعي يا عصام جاي هيك بس. تعي. اصفار اثنين هذول جداد. ما شاء الله. تقول لي 20، أكثر من 20 والله أنا شايف. أكثر من 20. والله أنا أكثر من 20 بحكي. تعي. مزاهير السود هذول كمان جداد الأربعة. ما شاء الله. هاي الطاير الجديدة كمان. هي حاطين يوم. يهود الازرق جديد هذا حبكين ما شاء الله. على الفله على الفله يا اخوان، كل شوي بلاقي حمام بحس حالي مش شايف. ما شاء الله زي البغداد الازرق اللي في يهودي احمر هسه شفته. هاي ما شاء الله جميل. وفي الازرق هسه شفته. هاي في حلبي اسود ما كنتش شايفه. اليهود الاحمر هذا معلم ثلاث مرات ويطلب من الارض من تحت. ندور عليه تحت السيارات وردات. مش طير حمام كاين؟ لا بقى مشكول. شكلته كانت قويه مضبوط. صار ادور عليهم تحت السيارات من دياله من تحت طوبه. هذا البلجيكي. هذا البلجيكي. هاي الحلبي يا اخوان. هذا انا اعز حمامي، اول طير ربيته هذا ما شاء الله. قديش شريته هذا؟ قديه؟ ليره وربع. ليره وربع. شايفين يا اخوان؟ تقدر تجيب حمام حلوه. طلع ليره وربع. انا اعز حمامي ليره وربع من البلد. ليره وربع. هاي قوى الوحدات هذا. هاي قوى الوحدات. منامير. شفتوا الشفر هاب او الكشم او الهومر او الزومبي اللبني؟ يعني هي بقول لك بليرتين. يعني انت ما تحكي انه صعب انك تلاقي.
والله بتلاقي الاسود هذا برضه هذا بلرتين هاي شايفين. الشطارة انك تعرف تشتري، مش الشطارة انك تدفع سعر غالي، الشطارة انك تعرف تشتري. تعال طباشير ازرق هذا الطير، هاي هاي طيرته، هذا الكشميري هاي طيرته، هنو كشميري هاي طيرته، هاي طيرته هذا الطير. ابوك شغال من علبة، من علبته. اه ما شاء الله طبعا ببلك. هاي طلع هذا الطير من هي علبته، هو اعلى واحد فيهم هو الفايز. لا لا حط العلبه للكل، هو الوحيد اللي بيجي. ابى اقول لك هو الفايز فيها لانه كمان هو اللي بيقدر يطولها. هذا المطوق الاحمر ظل من حوالي من 17 عرب، هذا الوحيد اخوه بعته. هذا الوحيد ظل عندي. هاي كمان واحد جبناه زيه بس مش بجمال هذا الطير. وينه صح؟ انت قلت لي شوف هالمطوق قبل شوي، مش عارف غير هذا في غيره. هذا ما شاء الله هذا احمد، هذا جميل المطوق. في كمان واحد شبيهه بس هذا اجمل منه. ايوه تعال 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 تعال. انا مش شايفه بصراحه هذا، والله حرام. هذا الغافل المترول هذا حرام. ما شاء الله معواله جميل الطير. نزله نزله يا احمد. تعال 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 تعال. هذا فوق مسك. تعال 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 تعال. هذا مسكي ولا ايش اللي فوق؟ عمري عمري احمر. عمري احمر والله مبين زي المساكي. جاي زي المساكي. تعي تعي تعي. هي المطوق هذاك بزرة كش حلوة ترى، دير بالك. كويس كثير. طوق الاحمر هذا. لبلع. والله جميل بعدين حلو مش عاطل، دير بالك. ما شاء الله. هذول بلنديات اخوان اثنين. ما شاء الله. ثلاثة هذول. تعال تعال. وين انت قلت لي في مزهور اصفر ثاني؟ اي واحد صغير. وهي البذرة البلديه اللي صورته في اول فيديو على قطاع عز. ايوه قاعد بنضرب. ايوه هذاك هذاك. ايوه شفته. تعال تعال تعال. ما شاء الله. كم حردون فيها الحمام؟ حردونين اثنين اخوان. هي اي واحد وقوه. هي ما شاء واحد الله. واحد قاعد على واحد سبحان الله. بس هذاك مبين اكبر كانه هذاك اكبر. اكبر شكله. هذا ابوها الله اعلم. تعال تعال تعال. شوف الحمام كيف انتعشت؟ شدت حيلها ما شاء الله. طلع البقدونسي صلاة النبي. تعال ما بقدر النوري. في بغداد. وين البغداد الأزرق؟ حبس؟ حبسته؟ لا لا بقى طاير. لا لا كان طاير شفته أنا. الأزرق. طويل. تعي تعي تعي. والله شفته طاير. لا في اطلع هذا ارميها. هات خلينا نشوف عندي برضه كمان. هذا بطير هسه ولا مقصوص؟ لا لا بطير. طب ليش مش مطلعه هذا؟ ما شاء الله بندوق ازرق صلاة النبي. بطير ما شاء الله. تعي تعي. في بندوق بغادي. تعي تعي. طير طير خفيف. طلع عينه وين على السما على السرير. تعي تعي. شوف عينه على السما ما شاء الله عليه. خفيف والله الطير. ما شاء الله. الريحاني وين؟ هذا الريحاني وين قاين؟ اذا ما بقول لك في شغلات بتبينش غير وين وين. تعي تعي بتبينش يا زلمه والله العظيم سبحان الله. هذا واحد يغسل لي واحد عراقي اسود بوجهين، نص وجه ابيض نص وجه اسود. وين انا مش شايفه العراقي. تعي تعي سبحان الله. تعي تعي تعي. بوجهين نص ابيض نص اسود ما شاء الله. يدباني دباني كشامرة. تعي 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 تعي. تعال 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 ما شاء الله. بكره بكره بتنزل بكره. تعال تعال بلندي وقويز صلاة النبي. تعال تعال. الفريق القرقاطي هي اهلي تحت حلو على الشمعة. ما شاء الله. تعال تعال تعال. طعم حلو اخوان ما شاء الله. لا الزاج الازرق لبسه رجل واحدة. هذا الزاج اللي جبته جديد قاعد عندك ولا قديم عندك؟ كمان واحد. اي واحد عصفور. ايوه اللي قاعد بهوج هذا حارق الدنيا. هذا دباني كشاكي تتفرج عليه من هام بتفكره كبير، بقلب وجهه من هام بتشوفه صغير لانه عينه فيها شيء طلع. طلع من مرض هذا جديد. ايوه امسك لك اياه. تعال والله خمسك. ارميها شوي يا احمد. انا جاي جاي خلينا نمسك الدبان.
لا لا دي اخوي اشتراه من البلد اول مع الطير الحلبي هذا طلع من تسحيب جديد حلو هي 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 بدي امسك الدباني بس اشوف عينه طلع اخوان صغير بالعمر صغير طلع عينه هنا بتشوفه كبير يا الله سبحان الله تفرق معك والله بتفرق طلع من هان كيف من الالتهاب طلع هان ولد صغير سبحان الله شكله حلو الطير او طلع من مرض جديد هي بس هذا بدك تعالجه حرام جبنا له قطره ودواء ما قطر له باستمرار طيب ما شاء الله نمرود ما يبارك طبعا انا معلمها كتف احمر مش انه السواقه بس انه تبين صرت اروح عند اصحابي الاقي عندهم حمام الي وانت مش داري صحيح ما شاء الله هذول بقل من حوالي من 200 حبه صحيح صحيح ما شاء الله تاعنا الاحمر نعم هي تاعنا منمر بس بضل عند البلديات شارد من عندكم يعني؟ ضاع وهو نفل يلا نصيب تعال 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 مشبه اخوان ما شاء الله الحمام نشيطة يلا رفع لنا اياها اخر كشة خلينا ايش ننهي الحلقة يلا بدنا واحد بس يرفعها يوقف هان عشان ناخذ لقطة شاشة بس بالسؤال تعال بس الجاي بالله بعينك شو بعينك الله حط على الرفسه كلها وفززها يلا ايش عصاب المكنسه بتكش بلمع الرفسه يا اخوان طلعك اياه واحلى شيء انك تلمها كلها على الرفسه وزتها مره واحده اما تطيرها من على الرفسه ايوه كلها مع بعض تعال نسود الازرق ارجع ارجع شو اسمك ارجع شوي ارجع وسام يا ابو وسام يا وسام طلع ما شاء الله صفار اثنين هذول جداد برضو ما شاء الله هاي الملح هذا الازرق هذا اليهودي الازرق طلع هذا اسري هات اللهور من غادي واصفر له هذا اليهودي جديد هذا هذا اليهودي ما شاء الله عليه لا ابراهيم ما شاء الله خلاص اللي ما بفز سيبه عادي لا تفززه والله ما شاء الله فيها 50 واحد طايره هي اكثر شو 50 اكثر من 50 هاي ما شاء الله شفت مسود القرقطه شفته ما شاء الله عليه الله يبارك اجى طير غز عليها على الواطي زين الله يبارك طباشير احمر هسه شفته شوف في حمام هسه بكتشفها ما شاء الله هذا من تصوير الفيديو القديم يوم ما طلعناها يلا يا اخوان يعطيكم العافيه كون وصلنا لنهايه الفيديو قصروش معنا لايكات اشتراكات السلام عليكم